الخميس مشيناها والجمعة مشيناها والسبت مشيناها. لأمتى بابا لأمتى؟ إذا ما دبرنا المصاري رح يحجزوا على البضاعة والمحل. طيب شو بعمل؟ قليلي يعني معي مصاري مخبيهم عنك؟ ما معي ما معي. للمشروب معك ما؟ هلا حق أنينة البيرة رح يسد ديون. حاجتك بلا مسخرة. ضيعت لي عمري كله هيك، ضاع مشان شغل هالمحل ووقفه على رجلي. روح اشتغل اشتغل. ما حدا بده يشغلني، شو بعمل؟ والله معن حق، ما حدا بشغل سكرجي. مشروع كتير مهم، فكر فيه. بعرف واحد بيشتغل بالمناجم، درست أنا وياه ببرلين، بتصل فيه وممكن يشاركنا، راح يفيدنا بهالموضوع. شغل المناجم مو سهل بنوب. انت متغير، كنت مفكر انك ما راح توافق عليه وراح تعصب. ايه تغيرت فيني شغلات كتيرة، اصبح من وقت طويل ما قعدنا مع بعضنا. في شغلات ما بعرفها؟ ايه كتير. راحت لعن نوال خانو، قصدي ماما نوال. عن جد؟ متصالحنا كمان، لأنه الأم هي اللي بتربيك مو يلي بتولدك. وأخيرا والله زعلت على الفاضي. مزبوط، زعلت الكل مني مو بس هي، أولا أنت وشهرزاد ومونا مرتك. انسى، مهم رجعت لنا. تفضل. تفضل كرم بيك. شكرا. إن شاء الله صحة وهنا. إذا الدنيا خربت قدامك بتفرق معك بابا؟ لا أنا ما عندي شي خاف عليه. طبعا حتى مالك خايف علي. وهي فنجان قهوة. أي أيوة والله، بس ما في دين. شو هربانين؟ سجلها عندك. يا أنسة دينكم صار كبير والمعلم ما بده يدينكم. حل عني انت كمان، انا ما طلبت شيء. اذا بتريد ادفع لك. والله عيب عيب، ما نحن جيران. اعطيه حق القهوه. ولا قرش، ما في بالدرج ولا قرش. ولك العمى بعيونك العمى، تضربي دغري قطعتي ايدك وشحتي عليها. شو رايك تتبرى مني؟ بتكون عملت منيح معي. خود بس لا تطنش على الباقي. شو هاد؟ لمين هالكرت؟ قلت لك قبل انه في واحد سأل عنك. منين بتعرف هيك واحد بعينته غني؟ لنشوف شو بده، بلكي حابب اعمل له شي حفلة خاصة. اي طبعا، لانك خوليو. ايوة، اذا بيطلع بده منك مصاري بتكمل معنا، ما هيك؟ أنا رأيي على مكتبي. قبل ما أنسى، منى حامل. من ساعة قاعد وما قلت لي؟ دقيقة دقيقة، خليني بارك لك. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك، ما بتتخيل قديش مبسوط. إمتى عرفت؟ قلت لأمك؟ أكيد فرحت. دقيقة. ألو ألو. نعم. مرحبا، مو حضرتك كرم أغلو؟ ايه. قالوا لي انك من كم يوم سألت عني، وانك كمان مرقت على المحل وتركت لي كرتك. انا الموسيقي السميح، عازف الجيتار والملحن الكبير. صار لي اسبوعين برات البلد بجولة موسيقية، وهلأ لحتى رجعت على البلد، وهلأ بنتي خبرتني. انا بعدين بحكي معك كرام. شوفي مين ها؟ بابا. أبوك؟ تعال.
ولك هذا مجنون ولا شو؟ مدام ما بده يحكي معي ليش ليجي على المحل ويترك كرتو؟ ليش شو صار؟ ما بده يساوي حفلة خاصة؟ شايف لي طارة الرزقة. ليش ما حكيت معه كرم؟ مع انك تعبت لقيته. ما بعرف شو بدي ساوي. شو بتنصحني؟ برأيي انك لازم تشوفه. شو بدي قله؟ شو؟ روح قله انا الولد اللي تخليت عنه حضرتك هو صغير؟ بقول له امي المسكينه رمت حالها من الطابق السابع بسببك وتركتني وانا عمري اسبوع واحد؟ شو قول له؟ انا برايي تقول له كل شيء وبعدين ما عاد تحكي معه. يا ريت بقدر ساوي هيك.